مرحبا بكم في الأسبوع في دقيقة. ترحب الولايات المتحدة بانتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق وتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة، ونجدد التزامنا بالشراكة مع العراق حكومة وشعبا لمواصلة التعاون القوي بين بلدينا. نشيد بإعلان حكومتي إسرائيل ولبنان التواصل لاتفاقية تاريخية لإنشاء حدود بحرية دائمة بين البلدين. هذا الإنجاز يعد ببداية حقبة جديدة من الازدهار والاستقرار في المنطقة.